إليكم تفاصيل الأخبار. كشفت دراسة أن هناك الكثير من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، بحيث لن تكون زراعة الأشجار لوحدها كافية لإنقاذ البشر من الاحتباس الحراري. ووجد الباحثون مؤخرا أن الأشجار الصغيرة يمكنها امتصاص ثاني أكسيد الكربون بشكل أفضل من الغابات المطيرة المدارية. جاهزة مستعجلة ومش عارفة أداري. اشمعنى؟ عايزة ديك وفيه الاحتباس الحراري. هعمل عمل بطولي من غير ما احس. اشمعنى؟ مش هنقذ الكل، هنقذ الديوك وبس. هعمل معسكر في العش يا ناس. اشمعنى؟ وهنعمل دراسة عن الاحتباس. يا ديوك تعالوا انا فيا الشفا. اشمعنى؟ تعالوا العشة دي، العشة مكيفة.